السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في موقع لسنز شير ودرس جديد. ودرسنا إن شاء الله النهاردة هيكون إزاي أعمل موقع ألعاب مجانا، وإزاي أحط فيه إعلانات بحيث إن أنا ممكن أكسب كمان موقع الألعاب بتاعي زي إعلانات جوجل أو أي إعلانات تانية أنا مشترك فيها. أول خطوة لينا إزاي أحصل الأول على استضافة مجانية لموقع الألعاب بتاعي. هضغط على الرابط الموجود تحت قطعة الفيديو عشان يفتح لي موقع تريبل زيرو ويب هوست دوت كوم. الموقع ده بيقدم لي خدمة الاستضافة المجانية. هو طبعا فيه استضافة مجانية اللي هي الفري هوستنج والبريميوم هوستنج اللي هي بفلوس. احنا طبعا هنتعلم ازاي اخد الفري هوستنج المجانية 100%. طبعا بيديني امكانيات اقل شوية، ولكن الامكانيات اللي مدهاني بتفي بالغرض بنسبة 100%. يعني انا مش محتاج ان انا اشتري البريميوم هوستنج، مفيش اي مشكلة، هستخدم الفري هوستنج وهتشتغل كويس جدا. هضغط على اوردر ناو علشان ابتدي افتح حساب جديد. اول حاجة هنا الدومين نيم. لو انت عندك دومين نيم انت حاجزه قبل كده، ينفع يكون دومين نيم لموقع العاب، ممكن تكتب الدومين نيم بتاعك هنا. طيب نفترض ان انت ما عندكش دومين نيم، فهتاخد مجانا سب دومين نيم. طبعا الدومينز بفلوس، فاحنا هنتفق ان احنا هنعمل موقع مجانا 100%، يبقى احنا هناخد سب دومين. وليكن هختار اسم مثلا ماي جيمز دوت سايت 40 دوت نت. طبعا دوت سايت 40 دوت نت ممكن لما انت تيجي تسجل يديك كلمة تانية غير دي، لان هو عنده اكتر من دومين بيركب عليه السب دومينز المشتركين. هكتب بعد كده هنا اسمي بالكامل، هكتب الايميل بتاعي. ايميل طبعا لازم يكون صحيح، واتأكد ان هو صحيح عشان هيبعت لي كونفرميشن مسج بعد كده على الايميل ده. هكتب الباسورد هنا مرة واعيد كتابة الباسورد تاني، وبعد كده الكلام المكتوب في الصورة دي بنقله في التكست بوكس ده، واضغط على اجري، واضغط بعد كده على create my account. طبعا لو mygames.site40.net ده بالفعل قبل كده واحد سبقني وحجزه، بيديني هنا error message وبيقول لي لا، ده الدومين نيم ده متاخد قبل كده، فممكن اغير فيه، ممكن اكتب اسم تاني، ممكن اكتب mygames123 مثلا، وبعد كده اضغط على create my account. لو mygames123 محدش واخده قبل كده، بيفتح لي بالفعل الحساب. هيفتح لي بعد كده صفحة تانية ويقول لي ان هو بعت لي confirmation message على الايميل بتاعي علشان اضغط على رابط التفعيل وفعل الاكونت بتاعي. هتجي لك الconfirmation message على الايميل بتاعك من 000.com confirm your registration. هضغط عليها، هيديني هنا رابط التفعيل الخاص بالاكونت بتاعي. هضغط عليه طبعا، هيفتح لي صفحة ويقول لي بالفعل الاكونت بتاعك اتفعل. طيب علشان ادخل على الحساب بتاعي هضغط على الرابط الموجود تحت ميمبرز دوت تريبل زيرو بوز دوت كوم، وهيفتح لي صفحة يقول لي هي اكتب فيها الايميل والباسورد اللي انا كتبتها لما سجلت. طبعا هكتب الايميل والباسورد، هيدخل لي بعد كده على الاكونت بتاعي. ده اكونت بالفعل انا فاتحه اسمه فان جيمز دوت الدومين ده دوت كوم. الاستيتس بتاعي اكتف. طبعا لو انا ما ضغطتش او انا دخلت على الكنترول بانل بتاعي من غير ما افعل الاكونت عن طريق الضغط على الرابط التفعيل اللي جالي على الايميل، فبيديني هنا بيندنج، بما ان انا ضغطت فادهاني اكتف. كده انا بالفعل عندي اكونت مفتوح. طيب ازاي ادخل على لوحة التحكم؟ بالبساطة جدا، هضغط على جو تو سي بانل. هضغط على جو تو سي بانل هيدخلني على لوحة التحكم الخاصة بالموقع المجاني بتاعي. مهمة جدا ان انا اعرف اتعامل مع لوحة التحكم. احنا هنتعامل هنا مع حاجتين بس في لوحة التحكم. اول حاجة ازاي اعمل داتابيز، وبعد كده ازاي ارفع ملفات السكريبت بتاعي. هنسيب لوحة التحكم بتاعنا مفتوحة دلوقتي على جنب، وبعد كده هندخل نحمل السكريبت بتاع الالعاب اللي احنا هنرفعه. هنضغط على رابط تحميل السكريبت الموجود برضو تحت قطعة الفيديو علشان يحملنا سكريبت توب جيمز. بعد ما السكريبت هيتحمل هينزل عندنا باسم توب جيمز سكريبت فيرجن 1.1. الفايل ده عبارة عن فايل مضغوط، ببساطة جدا هفك الضغط بتاعه. بعد ما فكنا الضغط بتاعه هنلاقي فيه حاجتين، هنلاقي فايل اسمه جيمز دوت اس كيو ال، وفولدر جواه ملفات اسمها ابلود. هضغط على فايل ابلود او على فولدر ابلود، هيديني ملفات اللعبة بالفعل او ملفات سكريبت الالعاب، وانا محتاج اعمل شوية تعديلات بسيطة قبل ما ارفع الملفات دي. اول حاجة هعملها تعديل فايل الكونفيج. ده فايل الكونفيجريشن الخاص بالسكريبت. بكتب هنا اسم
الموقع بتاعي، يعني وليكن هو حاطط بالديفولت توب جيمز. انت ممكن تعمل مثلا محمد جيمز مثلا، او الاسم طبعا اللي انت هتختار الويب سايت بتاعك، وبتكتب هنا بعد كده رابط الموقع بتاعك. بالنسبة لي مثلا رابط الموقع بتاعي هيكون فان جيمز، الرابط ده كوبي بحطه هنا يبقى www.fungames.domain.com، ده كده الرابط بتاع الموقع بتاعي، وبحط هنا الايميل بتاعي. وبعد كده حاجة مهمة جدا، بيانات قاعدة البيانات بتاعي. طبعا السكريبت محتاج قاعدة بيانات، هنرجع تاني للكنترول بانل عشان نعمل قاعدة البيانات ونحط فيها الداتا. هنا نرجع تاني لأحد التحكم بتاعنا وننزل بالسكرول تحت لحد ما ندخل على قسم Software and Services ونضغط على ماي اس كيو ال. من خلال ماي اس كيو ال هقدر ان انا اعمل او انشئ قاعدة بيانات للسكريبت بتاعي. طبعا اليوزر نيم ده هو بيديهولنا، بكتب هنا مثلا اسم الداتابيس بتاعي جيمز مثلا، اليوزر نيم محمد مثلا، وبعد كده الباسورد بكتب اي باسورد، وبكتب الباسورد مرة تانية، واضغط على كرييت داتابيز. بعد ما ضغطت على كرييت داتابيز هو بالفعل اداني البيانات اللي انا هكون محتاجها. اول حاجة الماي سيكول هوست اللي هي ما بين القوسين ده، هاخده كوبي كده وهرجع للفايل بتاعي وهحطه قدام دي بي سيرفر مكان كلمة لوكال هوست، همسحها واحط مكانها الرابط ده. بعد كده ماي سيكوال داتابيز هاخدها كوبي واحطها قدام دي بي نيم. اهم حاجة تعمل الخطوات دي بالظبط علشان ما يحصلش اي خطأ. بعد كده ماي سيكوال يوزر هاخده كوبي، طبعا باخد الداتا اللي ما بين القوسين واتاكد ان انا ما خدتش القوسين معاهم، واحطها مكان الدي بي يوزر. وبعد كده هاخد الباسورد بتاعي واحطها قدام الدي بي باسورد، ومن فايل واضغط على سيف. وكده بعد ما عملنا الداتابيز وحطينا البيانات بتاعها جوه ملف الكونفيج، هندخل دلوقتي ونعمل حاجة مهمة جدا، وهي ازاي احط ملفات او ازاي احط بيانات قاعدة البيانات زي الجداول البيانات اللي فيها، لان السكريبت بيحتوي على اكتر من 3600 لعبة، ازاي احطهم في قاعدة البيانات مرة واحدة بدون اي مجهود. طبعا مش هقعد احط لعبة لعبة او بيانات لعبة لعبة لان البيانات كتيرة جدا، كل البيانات موجودة داخل فايل اللي اسمه games.sql. هندخل على البي اتش بي ماي ادمن علشان نقدر نحط كل البيانات مرة واحدة. طبعا احنا كريتنا الداتابيس دي، هضغط على انتر بي اتش بي ماي ادمن. البي اتش بي ماي ادمن هيفتح لي الداتابيس، طبعا داتابيس فاضيه ما فيهاش جداول ما فيهاش بيانات ما فيهاش اي حاجه. هضغط على امبورت، هيقول لي شاور لي على فايل الداتابيس، هضغط على تشوز فايل وهختار فايل جيمز دوت اس كيو ال واقول له اوبن، وهنزل تحت وهقول له جو. هيبتدي هو يرفع الفايل، هياخد حوالي دقيقة تقريبا. طبعا بعد ما رفع ملف games.sql بالفعل عمل لي جدول هنا اسمه games في كل الألعاب وكل البيانات اللي السكريبت محتاجها. يبقى احنا كده بالفعل خلصنا كل ما يخص الداتابيز، عملنا الداتابيز وحطينا بياناتها في فايل الكونفج، وحطينا كمان البيانات والجدول جوه الداتابيز. هندخل على المرحلة الأخيرة دلوقتي وهي مرحلة رفع البيانات. هقفل phpMyAdmin وبعد كده هرجع للفولدر اللي فيه السكريبت بتاعي، وهاجي على فولدر ابلود واحط حاجتين مهمين جدا وهي الاعلانات. طبعا لو انت فاتح اكاونت على جوجل ادسنس او اي شركة اعلانات تانية هتضغط على ادز 160x600 هيفتح لنا فايل. طبعا لو ما فتحليش بالنوت باد انا هفتحه بالنوت باد اديت بواسطة النوت باد، هيفتح لي هنا الكود اللي فيه الاعلانات. طبعا يفضل الاعلان يكون بحجم 160x600 علشان ما يطلعش السكريبت شكله مشوه، يعني ما تحطش هنا بانر مثلا اللي هو 720x90. هنلتزم هنا بمقاسات الاعلانات علشان
الويب سايت ما يتشوهش، فاحط هنا كود الاعلانات اللي مساحته 160 في 600، هشيل الكود اللي مكتوب ده واحط مكانه كود الاعلانات، وادخل على فايل ادز 468 في 60، الكلام ده كله هلاقيه في جوجل ادسنس وفي كل شركات الاعلانات فيها المقاسات دي، واحط هنا كود الاعلانات بس بالمقاس 468 في 60 وسيف. طبعا امسح الكود ده واحط الكود الاعلانات بتاعي وسيف واقفل. اخر مرحلة دلوقتي ازاي ارفع البيانات دي او ازاي ارفع الملفات دي على المساحة المجانية بتاعتي. هضغط على رابط موجود تحت قطعة الفيديو علشان ينزل لي برنامج فايل زيلا. لو الفايل ده لو البرنامج ده عندك وكده مفيش مشكلة اعمله سيت اب، لو مش عندك هتضغط على رابط الموجود تحت قطعة الفيديو علشان يحمل لك فايل زيلا. بعد ما تحمل برنامج فايل زيلا وتسطبه على الجهاز بتاعك هيكون بالشكل ده. هضغط على فايل وهقول له سايت مانجر، هيفتح لي هنا سايت، وهضغط على نيو سايت واقول له مثلا ماي جيمز مثلا اي اسم. هنا هبتدي احط بيانات الاف تي بي اكونت بتاعي. طب اجيبها منين؟ نرجع تاني للكنترول بانل بتاعنا، وكده النقطة الباقية ازاي اجيب بيانات الاف تي بي اكونت بتاعي. هننزل تحت وهاجي كده على الاختيار فايلز واختار له فيو اف تي بي ديتيلز، هضغط على الايكون دي هيديني هنا بيانات الاف تي بي بتاعنا. اول حاجة هختارها او اول حاجة انا عايزها اللي هي الهوست، ارجع للكنترول بانل وهو ده الهوست او الاف تي بي هوست نيم ده، هاخده كده كوبي وارجع للفايل زيلا واحطه هنا. هنزل هنا تحت في اللوجن تايب واختار نورمال، هحتاج بعد كده اليوزر نيم والباسورد، هرجع هختار اليوزر نيم، طبعا هو بيعمل يوزر نيم اوتوماتيك، هختار ده اليوزر نيم بتاعي، هتلاقي طبعا هنا يوزر نيم مختلف، هحط اليوزر نيم هنا، وبعد كده هكتب هنا الباسورد اللي انا كتبتها علشان ادخل على الاستضافة المجانية بتاعتي، هي بتبقى الباسورد الديفولت بتاعي. هحط هنا الباسورد واضغط على كونكت، كده بالفعل بيبتدي يعمل لي كونكشن على الاستضافة بتاعتي. هضغط على بابليك اتش تي ام ال دبل كليك عشان يفتح لي ده الفولدر اللي فيه ملفات الويب سايت بتاعي. هلغي طبعا الملفات اللي موجودة فيه، هختارها واضغط على ديليت ودلتهم، كده عندي الفولدر بتاع الويب سايت بتاعي فاضي تماما. كده هبتدي ارفع فيه ملفات السكريبت بتاعي. طبعا هروح للمكان اللي انا حاطط فيه ملفات السكريبت بتاع توب جيمز وافتح ابلود. طبعا هكون محترس جدا، انا هرفع الملفات اللي جوه فولدر ابلود، يبقى دبل كليك على ابلود وكنترول ايه علشان اختار كل الملفات وبعد كده ابلود، هيبتدي كده يرفع لي ملفات الويب سايت بتاعي. يبقى انا عملت الداتابيز وحطيت بيانات الداتابيز وظبطت الاعلانات بتاعتي، واخر مرحله دلوقتي رفع ملفات السكريبت. هستنى طبعا شويه لحد ما اخلص رفع كل الملفات، ده طبعا متوقف على سرعه الانترنت عندك، كل ما كان اسرع كل ما كان رفع الملفات هيبقى اسرع. طبعا كده بعد ما خلصنا رفع كل الملفات هنرجع تاني للكنترول بانل بتاعنا واضغط على الدومين نيم بتاعي، هيبتدي يفتح لي موقع فان جيمز اللي انا عامله زي ما احنا شايفين، ده اسم الموقع بتاعي، وهنا الالعاب. ببساطة لو ضغطت على اي لعبة هدخل عليها واقدر ان انا العب بكل بساطة. كده اللعبة بتحمل، وبكده يبقى اتعلمنا ازاي نعمل موقع العاب مجانا 100%، وازاي كمان اقدر اربح من الاعلانات اللي هتكون موجودة على الموقع بتاعي. اتمنى يكون الدرس عجبكم، ولا تنسونا في صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.